في أول اتصال بين السيسي وتميم بن حمد، هذا ما طلبه أمير قطر من الرئيس المصري. في خطوة مفاجئة، أجرى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ومن جانبها، أعلنت وكالة الأنباء القطرية تبادل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم. وبالرغم من أن الجانبين لم يفصحا عن أي تفاصيل بشأن المكالمة الهاتفية، إلا أن شبكة CNN الأمريكية نقلت عمن وصفتهم بالمصادر داخل قصر الوجبة أن الاتصال بين الرئيس المصري وأمير قطر كان ودودا. وبحسب المصادر، فقد استعرض الجانبان اللمسات الأخيرة على عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، حيث طلب أمير قطر من الرئيس المصري إعادة فتح بلاده أمام المستثمرين القطريين. وكان آخر لقاء بين مسؤول مصري وقطري بعد الإعلان عن المصالحة بين البلدين في شهر مارس الماضي، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجية نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية. وتبادلت مصر وقطر في 20 يناير الماضي مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما استضافت الكويت في 23 فبراير الماضي الاجتماع الأول بين وفدين مصري وقطري لوضع آليات وإجراءات للمرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في 5 يناير 2021. ورحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين، كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا. وتقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعرب عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.